حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة سوسن كمال، نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب. مرحبا أستاذة سوسن. بداية، لو تطلعينا على أبرز ما دار في المؤتمر الصحفي والمتعلق طبعا بإنجازات اللجنة ومؤشرات أدائها. نعم، طبعا اختتمنا في لجنة الخدمات النيابية دورة للعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس بأداء برلماني نقدر نقول عنه أنه نشط. قدرنا نستقطب الكثير من الموضوعات البرلمانية المحالة إلى لجان المجلس النيابي بسبب تنوع اختصاصات اللجنة بين ميادين الصحة والتعليم والتدريب والعمل والإعلام والثقافة والسياحة وأنظمة التقاعد والتأمين والضمان الاجتماعي. طبعا درست اللجنة عدد 209 من الموضوعات المحالة لها، منها 4 مراسيم بقانون، 24 مشروع قانون، 3 قرارات لمجلس الشورى، 57 اقتراح قانون، وفيما بلغت الاقتراحات برغبة 115 مقترح، إلى جانب طبعا 6 طلبات رأي. ويلاحظ وجود يعني توازن في الأرقام المتعلقة بمعدل أدوات التشريع والرقابة. طبعا على صعيد مؤشرات الأداء البرلماني، عقدت اللجنة 34 اجتماع من بينها 3 لقاءات فرق عمل، وبلغ عدد التقارير والآراء الصادرة عنها 91 تقرير ورأي مختص من بينها 85 تقرير و6 آراء، فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة عنها 522. طبعا أخذنا في عين الاعتبار المقترحات برغبة وبقانون اللي تم التوافق بين اللجنة والسادة النواب مقدميها على سحبها أو دمجها، وبلغ عدد الموضوعات اللي أنهت لجنة الخدمات دراستها 101 موضوع محال بصفة أصلية، وما زالت اللجنة تعقد اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من موضوعاتها خلال العطلة البرلمانية. نعم، السيدة سوسن كمال، نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.